حلقتنا لهذا اليوم طبعا تتحدث عن تأجيل محاكمة نور زهير. طبعا كلكم تعرفون نور زهير اللي المتهم بسرقة القرن اللي بلغت 2.5 مليار دولار من تأمينات الضرائب. نور زهير هو مدير شركة مبدعون. هذا كل العراقيين كانوا منتظرين المحاكمة بصورة كلش عاجلة إلى حتى يعني يفرح العراق، لكن عرفنا أنه تأجلت المحاكمة. عندنا مشاهدينا بوست خلي نشوفه. القضاء يؤجل محاكمة المتهم الرئيسي بسرقة القرن نور زهير إلى 27 آب. خلينا نشوف مشاهدينا أيضا من الأيام. القضاء العراقي يحدد 14 آب موعدا لمحاكمة نور زهير المتهم بسرقة القرن. مثل ما قلنا مشاهدينا كنا منتظرين أنه تم محاكمته لكن تم التأجيل. خلينا نشوف الفيديو بخصوص هذا الموضوع. فليعلم اللي يبوق لهذا المتهم اللي سرق أموال الشعب. في محصلتنا قضايا أخرى من هيئة النزاهة لنور زهير. لن يفلت، إذا فلت من هذه سنأخذه بأخرى وثابتة ثابتة. السرقات اللي ارتكب هذا المتهم علينا في هيئة النزاهة فلقاضي كثيرة. الحكم على هذا المتهم مطلوب. مطلوب لا تدخل في القضاء، لكن مطلوب. مطلوب أن نثبت أننا في هذه المرحلة نحمي الشعب وليس الفاسدين. رئيس هيئة النزاهة يقول يعني إذا نور زهير خلص أو قدر يتخلص من هذه المحاكمة عندنا هواية قضايا الدينة. السؤال اللي يطرح نفسه شنو يعني أكو يعني تساؤلات أنه راح يطلع من هذا الاتهام ومن هذه القضية. هذا الشيء اللي يا ريت نعرف إجابته. عندنا فيديو آخر مشاهدينا نشوفه حول هذا الموضوع. نور زهير محمي من من؟ نور زهير الآن حديث عن يعني تدخله في كبرى عمليات الاستثمار في الدولة العراقية. نور زهير المشاريع والمجمعات السكنية على قدم وساق. نور زهير يشيل مدير وينزل مدير ويطلع وزير ويشيل وزير. هاي شنو هاي هسه 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 لا 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 هسه هسه نور زهير يجيب وزير وينصب وزير ويطلع وزير. والله انا 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 اسمع من خلال تصريحات النواب الشرعية البرلمانية على الهواء يطلعون يقولون نور زهير. يقولون نور زهير مثلا الاخت العزيزه سروا عبد الواحد عندها حلقه تقول نور زهير اقوى من قبل. الان اقوى من منو؟ اقوى من قبل. ومن شاشة قناة الأيام حديث العراق نور زهير أقوى من قبل. التساؤل هو شو وقت راح تتم محاكمة نور زهير؟ كلنا منتظرين هذا الشيء وإن شاء الله يا ربي تتم محاكمته بالقريب العاجل ويظهر الحق.